رئيس حزب التحرير والعدالة القومية تجاه السياسة دعوته للحركات الدارفورية المسلحة للجلوس لطاولة التفاوض في الدوحة لاستكمال ملف السلام بدارفور وطي ملف الصراعات. وقال السيسي في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الأجواء أصبحت مواتية لإكمال عملية السلام في ظل الاستقرار الذي تشهده دارفور، داعيا الممانعين وحاملي السلاح للاحتكام لصوت العقل والانضمام لمسيرة السلام والحوار. وأضاف قائلا: ظللت أكرر وأقول للممانعين عليكم أن تذهبوا للدوحة للتفاوض مع الحكومة لحل هذه القضية. إذن هو مستقبل السلام في دارفور ما نناقشه في قضية المساء. ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم لمناقشة هذه القضية الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة قيادة بخيت دبج الأستاذ نهار عثمان نهار. سيد نهار، السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ شيب الحمد وكل مشاهدي قناة الشروق. حياك الله. بداية، هذه الدعوة التي على ضوئها اليوم نفتح ملف مستقبل السلام في دارفور، كيف تنظرون إليها وقد تكررت كثيرا من قبل عدد من المهتمين وأصحاب الصلة بقضية دارفور على وجه التحديد؟ يمكن النظر إلى هذه الدعوة طبعا في إطارين، إطار داخلي وإطار خارجي، والهدف النهائي من كل هذه الدعوات هو الوصول إلى عملية سلمية نهائية في دارفور. طبعا كما تابعت خلال الشهر الماضي، قام السيد الوسيط المشترك لليونيميت برفع تقرير لمجلس الأمن الدولي. في هذا التقرير حث كل الأطراف على يعني ممارسة نوع من الضغوط عبر علاقاتها الثنائية حتى تستطيع الوصول بالأطراف الرافضة إلى وثيقة الدوحة. هذا من الناحية الدولية. من الناحية الداخلية طبعا، بعد يعني إنه الأوضاع الآن في دارفور بشكل عام، وكما هو معلوم، من ناحية بتاعة سلام، من ناحية بتاعة تنمية، من ناحية بتاعة أمن، على الأرض الأوضاع الأمنية الآن ممتازة جدا، وبشهادة كل المراقبين وكل المواطنين الموجودين، وخاصة بعد عملية جمع السلاح والدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة بكل أجهزتها المختلفة من دعم سريع وغيره. فلكل هذه الأسباب أنا أعتقد أنه الدعوة هي منطقية. وأيضا لا ننسى أنه خلال الأيام الماضية أيضا الأخ مني أركم الناوي باستضافته أيضا رئيسا للجبهة الثورية، عندما سئل كانوا في السابق يرفضون تماما الحديث عن وثيقة الدوحة، لكن في هذه المرة عندما سئل عن وثيقة الدوحة قال سوف نقول رأينا عند الوصول إلى اتفاق قبل ما قبل انطلاق المفاوضات. بمعنى آخر أنه التمنع الذي كان موجودا سابقا الآن غير موجود. هناك أيضا ضغوطات من المجتمع الدولي، هناك أيضا الحالة الداخلية، حالة الاستقرار والأمن الموجودة الداخلية، كل هذه الأشياء تصب في اتجاه أنه لازم الأطراف الحاملة للسلاح تجلس ووفق لوثيقة الدوحة التي تجد أيضا قبولا من المجتمع الدولي. نعم، يعني هل تعتقدون أن هنالك استجابة ربما تلوح في الأفق لنداءات المتكررة للجلوس إلى طاولة التفاوض والانضمام إلى مسيرة اتفاقية الدوحة؟ هذا بالنظر إلى الأسباب التي ربما كانت تقف وراء ممانعة هذه الحركات في الفترة السابقة، هل لا زالت موجودة أم أنها زالت الآن؟ هي طبعا هي أسباب، منها كما ذكرت هي أسباب، في أسباب عملياتية محلية وأسباب سياسية دولية. فيما يخص الأسباب السياسية الدولية، بالتقرير الذي رفعه ممثل اليونيميت هنا في السودان لمجلس الأمن بحث الأطراف وبحث الدول باستعمال يعني وسائلها الدبلوماسية الثنائية في إقناع الحركات الممانعة في على الجلوس حسب وثيقة الدوحة، هذه من الناحية السياسية الدولية. من الناحية المحلية أيضا التمنع كان أيضا على حسب موازين القوى على الأرض،
الآن أعتقد أنه في على أرض الواقع الكفة العسكرية هي طبعا الراجحة للحكومة السودانية، لكن هذا لا يمنع أيضا أنه هناك سبب التمنع الرئيسي فيما سبق كان يعتقدون الإخوة حاملي السلاح بأن وثيقة الدوحة لا تحمل في داخلها شواغلهم. أعتقد أنه بمزيد من المرونة في فتح بعض الملفات الموجودة، هي طبعا وثيقة وليست اتفاقا، يعني هي مجموعة من الملفات الموجودة، يمكن من خلال الجلوس مع الأطراف الحاملة للسلاح التوصل إلى ما يشغلهم كتنظيمات أو حركات مسلحة. فأعتقد أنه كل الأسباب التي كانت تمنع في السابق من ناحية عسكرية أو أسباب سياسية دولية الآن يعني تصب في مصلحة الوصول إلى اتفاق عاجل. الرغم من ذلك لا توجد حتى الآن استجابة واضحة لنداء السلام الذي تم إرساله إليهم بصورة متكررة. هذا يضعنا أمام سؤال مهم، من الذي يقف وراء هذه الحركات المسلحة ويقوم بدعمها في هذا التعنت؟ هو طبعا يعني حتى الرسالة الأخيرة التي أرسلها السيد رئيس الجمهورية قبل حوالي الأسبوعين بمد وقف إطلاق النار من جانب أحادي، هذه أيضا تدل على حسن النوايا التي ما زالت تمارسها الحكومة السودانية ككل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا أنا حسب قراءتي وحسب رؤيتي المجتمع الدولي بشكل رسمي لا يدعم هذه الحركات، لكن هناك جهات، مجموعات ضغط، لوبيهات، منظمات هي التي تقف وراء هذا الدعم. لكن أعتقد أنه أيضا بتحول الحال على أرض الواقع في دارفور نحو التعافي والأمن والتنمية، أعتقد أنه هذه الدفعات لهذه الجماعات في أنه يمكن لهذه الحركات أن تحاول أن تغير النظام بطريقة عسكرية صارت بعيدة المنال. نعم، إذا كنتم قد تابعتم حديث السيد رئيس الجمهورية بالأمس سيد نهار، فهو قد اتهم دولة جنوب السودان بدعم وتشوين المتمردي وحاملي السلاح من السودان. هل حركات دارفور بوصفكم مهتمون ومتابعون لهذا الشأن من الحركات التي قد ربما تدعمها دولة جنوب السودان، وبالتالي فهي ما تزال ما يزال لديها الدعم المستمر لإيقاد المزيد من الحرب؟ هو طبعا هذا هو بالنسبة لنا ملف مفتوح ومكشوف وتحدثنا فيه أكثر من مرة، يعني معروف تماما حتى الرهائن الذين كانوا لدينا نحن في حركة العدل والمساواة موجودين لدى مجموعة جبريل أتوا من الجنوب، ومنذ لحظة القبض عليهم في بامينة في مايو 2013 حتى لحظة خروج بعض منهم وإطلاق سراح البقية في 2016 كانوا موجودين بالكامل في الأراضي الجنوبية تحت الدعم ورعاية القوات وحكومة جنوب السودان، وأيضا بشهادة مجلس خبراء الأمم المتحدة وبشهادة منظمات مجموعة الأزمات الدولية، مجموعة كبيرة من الجهات الدولية بما فيها حتى أمريكا تعرف تماما أنه دولة جنوب السودان كانت تدعم وما زالت تدعم. لكن الشيء المختلف طبعا الكمية تحت الدعم وكمية القوات اللي كانت موجودة بعد المعارك العسكرية التي دارت بين الحكومة السودانية وبعض هذه الحركات، صارت التواجد من ناحية العددية لهذه الحركات غير كبير، لكن حتى الآن البقية المتبقية من هذه الحركات موجودة في جنوب السودان. ما لم يعني دولة جنوب السودان تأخذ هذا الموضوع بجدية وبشفافية وبوضوح في التعامل، أعتقد أنه الصراع ما بين الصراع الداخلي السودان السوداني يجب أن لا تلعب فيه دولة جنوب السودان بما تلعبه الآن، لأنه سوف لن يصب في مصلحتها كدولة جارة للسودان. شكرا جزيلا أستاذ نهار عثمان نهار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة قيادة بخيت دباجو، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.